صاحب الفضيلة العلامة أحمد محمد الشامي، حياكم الله. وفرصة سعيدة أننا نلتقي في هذا الشهر المبارك. حياكم الله، الله يجعله داخلا إن شاء الله بالمغفرة والرضوى. آمين اللهم آمين. هذا السؤال جاءنا من صنعاء، يقول السائل فيه: سمعنا إفتاء من بعض العلماء أن الزكاة على الذهب الملبوس لا يجب، كما سمعنا عكس ذلك أنه إذا وصل الذهب النصاب ومر عليه الحول فإنه يجب عليه الزكاة، فأي القولين أرجح؟ وهل هذا الخلاف موجود بين العلماء من قبل هذا الزمان في هذه المسألة، وما هو الأرجح؟ نرجو التوضيح. الحقيقة أن المسألة هي خلافية، يعني فيها خلاف محل خلاف. الذي يقولون بوجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة مستعملة كانت أو غير مستعملة هم الحنفية وزيد، وكثير من علماء الحديث يقولون هكذا. والشافعية في أحد قولي يقول هذا، يقول أنها تجب الزكاة، ويقول أنه تجب الزكاة وفيما نص عليه الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة، أن الشافعية توجب الزكاة في الحلي المحرم الذي لا يجوز لبسه، ومثله في المرأة، يعني لأن الحلي جائز لها إذا كان فيه إسراف كالخلخال الذي يبلغ قيمته 200 دينار، الخلخال قالوا تجب فيه الزكاة. ما هو الخلخال؟ الخلخال هو البليزك. هذا أنا شيء. فالشافعية في أحد قوله يقول في وجوب الزكاة، الحنفية تقول بوجوب الزكاة، الزيدية تقول بوجوب الزكاة في هذا الحلي، في حلي المرة. إضافة وكما قلنا لكم نص عليه صاحب المذهب هذا الفقه الإسلامي على المذهب الأربعة، نص على هذا وقال أنها تجب الزكاة في هذا الأشياء. الإفتاء المشار إليه قد كان هو على المذهب الحنبلي أكثر، الغالب دحين غالبا الفتاوى في التلفزيون وفي الإذاعة بتكون على المذهب الحنبلي الآن غالبا في الجامعة، بعد على المذهب الحنبلي ويقولوا ما بيشتمتهم، مع أنها على المذهب الحنبلي هذا فقط الذي لا يوجبون الزكاة في هذا. إضافة إلى هذا أن في علماء الحديث مثلا ابن حجر العسقلاني هو إمام المحدث بلغ المرام، هذا من أدلة الأحكام. قال إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في رواية من الأمة في الأمهات اسندها إلى الأمهات في بلوغ المرام، أنها جاءت النبي ومعها بنت لها وبيدها مسكتين يعني سوارين، فقال أتزكي أتعطينا زكاة من السوارين؟ قالت لا. قال أتحبين أن يصورك الله بهما بسوارين في جهنم من النار؟ قالت أعوذ بالله. وأعطته قالت هو لله كما في منحة الغفار، وأما هو قال أنها ألقتهما، يعني في رواية بعد ألقتهما، هذا في رواية ابن حجر أنها ألقتهما، ألقت السوارين، وفي منحة الغفار على ضوء النهار لابن الأمير نفسه قال أنها قالتهما لله وللرسول، هذا حديث. قال الحاكم صحح هذا الحديث رواية عائشة كان بيدها أيضا يعني أسورة، وقال ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهن بأتزين لك بهن. قال أتزكين؟ قال لا. قال حسبك، يعني إنهن حسبك من النار. هذا الرواية أيضا أوردها ابن حجر العسقلاني. أوردوا رواية الأوباح الذي هو لأم سلمة، مسلمة كان لها أوباح من ذات وكانت تستخدمها، فقالت هذا كنز يا رسول الله؟ قال أتزكي؟ نعم. قالت مقصدها إشارة إلى الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليهم من جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم. قال أتزكي؟ قالت قال يعني إذا زكين هذا الأوضاع فليس بكنز، وإذا لم تزكى فهي كنز، مقصد بعيدة عن الآية، تدخل في الآية الكريمة، تدخل في الآية الكريمة، قال حسبكن أنه يشتغل في الآية الكريمة. فابن الأمير بعد الحديث الأول حق عائشة قال وهذا دليل على وجوب زكاة الحلي، وبعد حديث أم سلمة في سبل السلام، في سبل السلام الذي يرونه معتمدا
نعم. وفي سبل السلام أيضا بعد حديث الأوضاع قال وهذا مثل سابقه يعني في وجوب الزكاة، وأنها كانت يعني أم سلمة متخوفة أن تكون أن تدخل في عموم الآية المهددة والتي فيها تهديد ووعيد، تهديد ووعيد على أساس أنها إذا لم تزكي إن الذين يكسبون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. فكانت تخاف أن تدخل، قال لها رسول الله بيقول إذا زكيت هذا، فقال ابن الأمير حجة القائلين بعدم الزكاة حجتهم آثار عن السلف، قال ولا آثار للآثار بالآثار ولا آثار للآثار مع وجود النصوص الموجبة للزكاة. هذا من أئمة الحديث ابن الأمير هذا صحيح في سبل السماء. نعم. فعندما يجي المفتي يجازف يجوز ما تجيب، بس هكذا مطلقا على الأقل يديها كان الخلافة فيها، طالما وقد جاء في كتب السنة الثابتة المعتمدة من أئمة السنة المتمكنين في معرفة الحديث وصحيحه ومرسلة وهذا يجب. هذا المفتي الذي أفتى بعدم وجوب الزكاة ربما هو رأي له أو لكن نادر. يشير للخلاف بس ولا الفتوى الذي يعرفها أنها جاءت من الإذاعة ومن التلفزيون أن الأحوط هو أن يزكي هكذا. نعم. طيب في سؤال ثاني يسأله كثير من الناس هذه الأيام حول زكاة المرهون، في ناس بيحتاجوا فلوس ومعهم حزام ذهب ولا حاجة بسد رهنه وهو نصاء كامل وقد مر على حاله جالس مرهون، بيسألين هل يجب أن أزكن على هذا المرهون مع أنه مرهون في فلوس كثيرة قد تكون مساوية لقيمة الذهب؟ الزكاة واجبة لأنه باقي على ملكية الملكية الحلية هذا المرهون هي قائمة، أنا ملكيتي هي قائمة فيها، قالوا يزكي على الدين، يزكي على دين هو له إذا كان دينا مرجوا إيه؟ إذا كان دينا مرجوا وهو عند غيره كذلك، هذا هو يعني إذا كان الدين مرجو يجب أن يكون، وهذا أيضا يجب عليه الزكاة لأنه لا يغلق الرهن بما فيه لصاحبه غنمه وعليه غرمه، لصاحبه غنمه وعليه غرمه فباقي إحنا. السؤال الأخير حدث أنه أن بعض الناس سمع أذان من إذاعة عدن، وطبعا عدن هي بتصلي قبلنا قبل صنعاء، فسمع من الأذان فأفطر، طبعا قبل أن يؤذن المؤذن في صنعاء بدقائق معدودة لا غير، فهل يجب على هذا الذي أفطر عندما سمع إذاعة عدن أن يقضي أو لا ما يجب عليه؟ الأصل نقول بقاء النهار، الأصل هو بقاء النهار. نعم. ولا يخرج عن الأصل إلا بيقضي، لا يخرج الإنسان عن الأصل إلا إذا تحقق دخول الليل بعد خروج النهار، وإلا فالأصل هو النهار، فإذا أفطر ولو لدقيقة، أما هذا يعرفه حتى بفرق في الوقت ما بين تعز وصنعة، ما بين عدن وصنعة، الفارق موجود بفرق بخمس دقائق بخمس دقائق إيه؟ الفارق ولو دقيقة كان علي أن يتحرك وكان علي، ثم قال والأصل كذلك في الفجر، قال والأصل ما قال لي حتى يتحقق دخول النهار، يعني فيجب عليه أن يتيقن وكذا، وإذا حتى إذا شرب وما قدش متيقن نقول الأصل بقى عليه، لكن في الإفطار نقول الأصل بقى النهار، فعليه أن يتحرى ولا يخرج من اليقين هذا الذي هو بقى النهار إلا بيقين، ولا يخرج من اليقين إلا بيقين، ما يفطر شيء هكذا مجازا. جزاكم الله خير وهذه فرصة سعيدة أن نلتقي في هذه الأيام. الله يحييكم ويسعدكم. شكرا لصاحب الفضيلة العلامة أحمد محمد الشامي، وشكرا لكم أعزائنا الأكارم، وإلى لقاء جديد.